احنا شفت صور طبعا من العرض، وعايز اقول لحياتك كمان الناس كلها قاعده تقول ايه، طب سيادة الرئيس قال ايه الاستاذ خالد جلال بعد العرض؟ لا هو انا اقول حاجه، هو ده يعني بعد العرض مباشره هو شكر الفريق العمل وقال لهم انه هذا العرض احنا بنشكركم على ان كنتوا ناقشتوا السلبيات اللي موجوده بهذه الطريقه البديعه، وقال لهم انه مشهد الانتماء ده ابكانا جميعا، مشهد الانتماء للوطن ده هو مشهد في اخر العرض، وانه احنا سعداء بالشباب الصغير اللي عندهم وعي ان هم يقدموا الاشياء بالطريقه دي، ويومها اعلن مفاجاه اليوم، قال انه احنا عندنا الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب، وانه الاولاد اللي واقفين قدامي دول هيكونوا اول دفعه في قسم الابداع في الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب. مش عايز اقول لك طبعا بقى حاله البهجه الشديده اللي هو والطاقه الايجابيه الكبيره اللي اداها لهم، زي ما تكون واخد طالب في الجامعه وقلت له انت هتروح تدرس في السوربون مثلا، وده اللي حصل بالفعل. يعني مفاجاه شديده، سعاده طاغيه جدا، طاقه ايجابيه كبيره جدا. ويوم هنا قلت لسيادته، قلت له انه الاولاد دول متربيين على انه الفن ما هواش تسليه، والفن مش ترفيه، مش معمول بس عشان يبقى مجرد انترتينمنت عشان نبسط الناس، احنا بنشتغل عشان نوضح للناس ونبين للناس ونوجه الناس ونفهم الناس الحاجات اللي بتلتبس عليهم. وده انا اعتقد انه ده دور الفنان في الاوقات اللي زي دي، انه يشرح للبني ادمين ايه اللي هم مش فاهمينه، يوضح للناس، لانه دايما الفنان ده لو ممكن يبقى سلاح رائع جدا يخلي بلده تمشي لقدام، وممكن يبقى سلاح سيء جدا جدا. احنا كمان عرفنا ان المفروض سلم نفسك، اعتقد هتحاولوا ان انتوا تلفوا عدد من المحافظات، ان في محافظات بيبقى صعب عليهم ان هم يجوا القاهره ويحضروا المسرح، والمسرح ده اداه التعلم والثقافه، وفعلا المسرحيه دي فيها رساله لكل واحد فينا كده لما قعد اتفرج حاسس ان هو ايه، كان الشخصيه دي ممكن اكون كنت زي دي، ممكن اكون كنت زي دي. هو بعد ما عرضنا بشويه دكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافه رشحت العرض انه يتعرض في الاقصر، اتعرض فعلا في الاقصر في ختام ملتقى ايام الاقصر عاصمه للثقافه العربيه، واتعرض بعد كده في الاسكندريه في مكتبه اسكندريه الاسكندريه، والمفترض ان هو الشهر الجاي هيتعرض في دمنهور، واحنا عاملين يعني بلان كده ان احنا نتحرك بيه خلال الوقت الجاي، وفي اخر شهر ابريل المفروض هنعرض في تونس في مهرجان في صفاقس التونسيه، فالحمد لله في حاله حركه كويسه للعرض الناس تشوفه. الحمد لله العرض كمان وشه حلو، احنا شفنا عرسان كتير في المسرح، يعني استاذ خالد كان بيقول لي انا بقيت كل شويه رايح فرح، ما شاء الله يا رب كتر افراحكم يا رب. هم لانهم كلهم شباب صغيرين فهم كانوا كلهم في الوقت اللي هو بيبداوا فيه حياتهم، ففي اكتر من واحد منهم تزوج ودي حاجة بتسعدني جدا، وفي يعني أمجد الحجار ده بطل العرض تزوج الفترة اللي فاتت، واثنين من أبطال العرض كمان نديم هشام وريام سامي تزوجوا، فدي حاجة بتسعدنا جدا، لأن احنا مش بس فريق مصر، احنا عاملين زي العيلة كده بالظبط. فعلا أستاذ خالد هتلاقوا ولاده هم لسه ولاده لغاية دلوقتي، يعني كل واحد مثل مع حضرتك من الدفعة الأولى للدفعة الثالثة، العلاقة أسرية جدا جدا جدا، هم مرتبطين بالمبنى ارتباط كبير.